باريس مرة تاني معانا الأستاذ محمد الجالي محرر شؤون الرئاسة باليوم السابع متواجد في باريس لكي ينقل لنا تفاصيل لقاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيره الفرنسي. أستاذ محمد أهلا بك، وكيف تبدو تفاصيل اللقاء للرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه، وكيف دارت المناقشات؟ لأن هناك عدة اتفاقيات، حوالي 17 اتفاقية سوف تناقش اليوم ما بين الرئيسين. بالفعل اليوم كان حافل منذ الصباح، ونحن الآن نتحدث من أمام قصر الإليزيه. المباحثات لازالت مستمرة، بعد قليل سيكون هناك مؤتمر صحفي، ربما لن تكون هناك أسئلة موجهة للرئيسين، لكن سيكتفيان ببيانين أمام وسائل الإعلام بحسب ما توارد إلينا من أنباء. وسائل الإعلام يعني كثيرة جدا تحضر لتغطية هذه الزيارة المهمة. يعني هناك عدد من أبناء الجالية المصرية استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعلام مصر ولافتات الترحيب والتأييد يعني دعم جهود الرئيس في ملف مكافحة الإرهاب والترحيب به في زيارته الثالثة لفرنسا والأولى بعد يعني تولي ماكرون تقاليد حكم البلاد. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رحب كثيرا بالرئيس السيسي الذي استقبله على سلالم قصر الإليزيه، ثم ذهب سويا لعقد جلسة مباحثات ثنائية عقبتها جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين. هناك نحو 17 اتفاقية في عدد من المجالات العسكرية والثقافية والتعليمية والسياحة والاستثمار والاقتصاد سيعني يتم نشرها تباعا فيما يتعلق بالعلاقات بين البلدين. وطبعا ماكرون يقيم اليوم مأدبة غداء على شرف الرئيس عبد الفتاح السيسي. هنا محمد بالنسبة لملف مكافحة الإرهاب، طبعا ملف يعني مهم جدا لا يؤرق فقط الدول العربية أو الشرق الأوسط، إنما كما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي في مقابلته مع قناة فرنسا 24 يؤرق الدول الأوروبية أيضا. فرنسا طبعا من الدول التي يؤرقها هذا الملف الإرهاب. كيف تحدثت الصحف الفرنسية عن هذا الملف المهم، لأنها دائما تربط ما بين الإرهاب وما بين محاربته، الناحية العسكرية وأيضا الناحية الفكرية، حتى أنها تسميه بالفكر الذهني أو الذي يستهدف المواطن المتطرف؟ يعني أنا أرى أن الدعم الفرنسي والتعاون العسكري بين مصر وفرنسا في مجال فيما يتعلق بالتعاون العسكري والقطع البحرية والمسترال وغيرها من الأسلحة الثقيلة التي يعني تعاقدت عليها مصر يؤكد أن فرنسا تعلم جيدا أن مصر شريك مهم فيما يتعلق بملف مكافحة الإرهاب، وأن استقرار مصر كما يؤكد الرئيس السيسي وكما يؤكد المسؤولون الغربيون يصب في استقرار دول العالم. وإلا ما كان هناك يعني تعاون عسكري بين البلدين وصفقات بلا حدود، ربما تكون هناك صفقات أخرى سيعلن عنها تباعا، وكما تابعنا وشاهدنا في عدد من الصحف والمجلات الفرنسية هنا في فرنسا أن هناك اتفاقات جديدة بين مصر وفرنسا فيما يتعلق بالتعاون العسكري. ومصر نحن نعلم جميعا أنها تنوع علاقتها الدبلوماسية مع دول العالم ولا تقتصر علاقتها مع دولة معينة أو عاصمة معينة، وإنما هي يعني تهدف إلى أن يكون هناك تنويع لمصادر السلاح، تنويع للجيش المصري الذي يقف في مصاف الدول المتقدمة من حيث القوة والقدرة على حماية حدود البلاد برا وجوا وبحرا. نعلم جميعا أن هناك الجارة في ليبيا، هذا الملف الذي يعني تبعثر من عدد من الدول ولعبت فيه دول عديدة لكي تصبح ليبيا ملاذا آمنا للإرهاب، وبالتالي مصر حريصة على أن تقضي على الإرهاب في ليبيا، وبالتالي فرنسا وإيطاليا من الدول التي تدعم مصر بقوة في هذا الملف، خصوصا يعني أنهما جارتين لمصر وليبيا على البحر المتوسط. ومن ثم فإن استقرار مصر ودعم مصر في مواجهة الإرهاب سيصب في صالح أوروبا التي عانت من ويلات الإرهاب. الرئيس السيسي حذرهم جميعا منذ أن جاء إلى رئاسة الجمهورية وقال إن الإرهاب لا يهدد مصر والشرق الأوسط فقط، وإنما يهدد أوروبا والعالم جميعا، وقد وصل الإرهاب بالفعل إلى فرنسا وإلى دول عديدة حتى إلى الولايات المتحدة الأمريكية. فدعم مصر في هذا التوقيت هو دعم
يعني واجب على كل الدول، وبالتالي مصر أجبرت العالم على احترامها سياسيا وعسكريا واقتصاديا هناك. نعم. جنبا إلى جنب مع مكافحة الإرهاب. صحيح. ملف التنمية والمشروعات القومية التي يبذل فيها الرئيس السيسي قصارى جهده لعودة مصر مرة أخرى إلى مصاف الدول المتقدمة والحفاظ. نعم. على هويتها ولعب دورها بقوة سواء على القارة الإفريقية أو في الشرق الأوسط أو على مستوى العالم. دعني أشكرك إذن محرر الشؤون الرئاسية في اليوم السابع الأستاذ محمد الجالي، كنت معي مباشرة من باريس، أشكرك شكرا جزيلا.